السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم تعلم إنجليزي مع Grammar RO ومع سلسلة أخبار الهجرة إلى أمريكا إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله ستكون تفسيرات جد مهمة على موعد المقابلة. هل سيرسلون لك رسالة في الإيميل الخاص بك ويعلموك بيوم وساعة المقابلة، أم يجب عليك الدخول بنفسك مرة كل شهر لكي تتعرف على الفيزا بيلتان، وكذلك لتجد رقمك الذي هو بين الرقم الأعلى الذي وضعته القنصلية لكي يجتازوا المقابلة، وعاد يعني تذهب إلى الموقع الرسمي لكي تقوم بنسخ الوثيقة التي تحمل يوم المقابلة، يعني تاريخ ومكان وزمان المقابلة. في هذا الفيديو سنتعرف بطريقة مفصلة، وكما كما ولفنا أننا كنشوفوا نيشان من الموقع الرسمي وكنقوم بترجمة ما كتبوه لنا بدقة. ولي عندكم طلب واحد، القناة ديالنا وصلت تقريبا 8500 شخص يعني مأبوني، مكرهش دعموني وتعاونوني في هذه الليلة هذه نوصلوها لعشركة. كيفاش غادي تدعموني؟ كل واحد فيكم، إلا كنتو غير 1000 غتشوفوا لا فيديو، الله يجزيكم بخير. كل واحد فيكم يصيفط للصديق ديالو القناة، يشترك في هذه القناة، ستنفعك في الهجرة إلى أمريكا. هي كل واحد فيكم يعاونني، الله يجزيكم بخير، باش نوصل لعشركة في هذه الليلة هذه وتزيدوا تحفزوني إن شاء الله. كل واحد فيكم يصيفط للصديق ديالو ولا شي واحد من العائلة ديالو، يصيفط له القناة أو رابط الفيديو ويقول له دخل اشترك في هذه القناة وفعل زر الجرس ويتفرج شوية من شي فيديو. الله يجزيكم بخير، أنا غنشوفكم واش كتبغيوني وكتبغيو القناة، واللي كيستافد فيكم راني عارفه غادي يدير هذه القضية هذه. اللي كيبغيني وكيكتب لي كومونتيرات زوينين انا عارفه غيدير هذه القضيه هذه، وغير 500 واحد الا دارت لي هكا الله يجازيكم الله يجازيها بخير، راه غادي تعاونني وغادي نوصل لعشركة في هذه الليله ان شاء الله. شكرا بزاف على الدعم ديالكم المتواصل. نبداو على بركه الله، غادي نقوم بقراءه ما طرح في الموقع الرسمي، وكذلك سنقوم بترجمته بالحرف الواحد لكي تعرفوا جيدا ماذا يوجد وما هي الخبايا تحت الاسطر. حاولوا تحلوا معايا ودنيكم مزيان منكم كنقرا، منها كتعلموا النطق ديال الكلمات، ومنها كذلك اللي كيعرف اللغه الانجليزيه راه غادي يفهم من خلال القراءه ديالي، وكذلك انا غادي نشرح لكم، ما عندكم مناش تخافوا. اولا قال لك انترفيو يعني يوم اللقاء، في الانترفيو قال لك after the Kentucky Consular Center has reviewed your completed DS-260 you may receive، طرولي على داك you may receive، يمكن ان تتوصل، يمكن يعني الامكان يعني الاحتماليه، معنى تقدر توصل بالرساله اللي كيعلموك بالموعد ديالك وتقدر ما توصلش بها على حسب لي سيركونستانس ديال القنصليه اللي انت تابع ليها. هذا من جهه. نكملوا قالك you may receive an email from KCC، شكون هي KCC؟ يعني البيرو ديال كنتاكي المختص بالأوراق. to let you know that an interview has been scheduled at the US embassy or consulate you selected on your DS-260 form. هاد الإيميل هذا ليش غيصلح؟ هو التتمة اللي غادي نقراو دابا، يعني قال لك الفقره الاولى قال لك ملي غادي تراجع يعني البيرو ديال كنتاكي راجع دي اس 260 ديالك مزيان، غادي يقوم كاين احتمال يقدر يصيفط لك يقدر ما يصيفطلكش ايميل كيشرح لك فوقاش الوقت ديال المقابله ديالك، تقدر يوصلك يقدر ما يوصلكش، خصك تمشي تشيكي مثلا الفيزا بيلتا وتعرف بانك راك باغمي الناس اللي الارقام ديالهم راه كاينه الفيزا ديالهم وكاينه المقابله ديالهم، دخل يعني تشيكي الفيزا بيلتان الا ما وصلكش الايميل. يعني كل شهر كيلوحوا واحد نشره اخباريه على الفيزا، نشره اخباريه كل شهر في الموقع الرسمي اللي هو travel.state.gov، وكتدخل وكتشوف راسك واش الرقم ديالك معاهم ولا ماشي معاهم كما شرحت لكم في الفيديو السابق. دابا غادي نعرفوا شنو غيكون في هذا الايميل بالضبط، وهو تتمه الفقره. قال لك the email will instruct you to log into the entrant status to check on the electronic diversity visa اللي معناتها E-DV website.
using your DV entry confirmation number to view the date, time and location of your interview. Print this information to take with you to your interview. You will need to be present at the interview as well as your spouse and children as applicable who are applying for a diversity immigrant visa. بمعنى هذاك الايميل اللي غادي توصل به غتكون فيه واحد لوليا غيديك نيشان الموقع اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه كيفاش تشيكي. هي انا كنت غلطت في واحد الكلمه قلت لكم غتكتبوا الكيز نمبر وغير غلطت تعب غلطني زلت لسان. خصكم ديروا الكونفيرميشن نمبر واللي هاد الكونفيرميشن نمبر اللي كنت ديجا شرحت لكم في واحد الفيديو اللي قبل من هذا الاخير هذا شرحت لكم فيه كيفاش داير الكونفيرميشن نمبر. كيكون فيه اعداد وحروف كثيره ماشي ما دايرش بحال الكيز نمبر اللي فيه اف يعني افريكا. كما قلنا ملي كتدخل ملي كيجيك داك الايميل كيدير لك واحد لو سيت اللي كتمشي له ونيشان كيديك كتقيد الكونفيرميشن نمبر ديالك باش تشوف باش تعرف لاداط يعني والوقت والبلاصه فين غادي تدوز الانترفيو. وهذيك لي زانفورماسيون اللي غيعطيك داك لو سيت غادي تامبريميهم وغديرهم معاك في الدوسي باش تديه باش ملي كتوصل في الباب كيقول لك عطيني تاريخ المقابله ديالك عطيني الورقه اللي امبريميتي ديال المقابله باش يعرف هذاك اللي في الباب واش هنايا غادي تدوز المقابله او لا. لو كذلك خاصك تدي معاك الاولاد يعني والزوجه ديالك الا كانوا داخلين معاك في لو ستاتي ديال الهجره الى امريكا. الا كنتي ديجا مدخلهم معاك كنتي ما مدخلهمش معاك ما غيمشيوش معاك ما عندك لاش تديهم يعني راه الوثائق كيبينوا بان راك مجوج وعندك وليدات كنتي غتديهم ضروري تحضرهم وضروري تحضر معهم الاوراق الضروريه ديالهم كما سبق وشرحت لكم. وهاد النقطه فهي مهمه ومهمه جدا غادي نقراوها حتى هي. قال لك you will only be scheduled for an interview when and if there is a visa number available for you. بمعنى انه يعني وقت الموعد ديالك او تاريخ الموعد غادي يتقاد ملي يكون رقم الفيزا ديالك يعني حاضر يعني الفيزا ديالك راهي حاضره والرقم ديالك راه هو حاضر في القنصليه يعني جا الرقم ديالك القنصليه ديك الساعات غادي تعلم بالوقت. يا اما غيصيفطوا لك ايميل يا اما خصك فيه تشيكيه كما شرحت لكم من قبل. كملوا القراءه ديالنا باش نجيدوا نتقفوا. قالوا لنا فيزا نمبر السطر الثاني فيزا نمبر allocations are determined by provisions of the Immigration and Nationality Act INA which determines the number of diversity immigrants visas available each year. ومعناه ان عدد الفيزا يعني تقسيمات ديال عدد الفيزا كي يتقسم من خلال القانون السائد قانون الجنسية السائد في الولايات المتحدة الأمريكية. هما اللي كيقسموا عدد التاشيرات او عدد الفيزات اللي خصهم يتعطاو مثلا في ذاك العام وهما اللي كيقسموهم بار موا كل شهر باش ما يكونش واحد الخلط وواحد الاكتضاد. نكملوا القراءه الى الاخر وداك الساعه غادي نشرح لكم يعني فكره عامه على شنو كيتقال. قال لك the total number of diversity visas is issued is allocated by visa category and the region of the world. The allocations are revised monthly as available visas are issued. Each month, the Department of State publishes the visa bulletin, which contains important information about updated allocations and the likelihood of a diversity visa number being available. Anyone may view the most recent updated information by clicking visa bulletin. ما قلت لكم بان عدد الفيزات كيتقسم كل شهر كيديروا واحد العدد باش ما يكونش واحد الاكتضاد ويكونوا كيتطراو الدواسه بواحد الطريقه اللي هي سليمه وهذا الشيء اللي قصدوا بها هنايا. وقال لك اي واحد بغى يعني يتشيكي الكيز نمبر ديالو واش داخل في الفيزا بلتان ديال داك الشهر او لا كتدخل غير الفيزا بلتان كما شرحت لكم يعني في الفيديو اللي قبل من هذا مباشره راه شرحت لكم فيه وغتلقاوه في صندوق الوصف. شرحت لكم فيه كيفاش تشيكيو الفيزا بلتان كل شهر كتلاح الفيزا بلتان في الموقع الرسمي وخصك تدخل وتشوف الرقم ديالك واش كاين ولا لا ما بين الارقام اللي عطاو. ما بالنسبه للسطرين الاخرين قال لك your completed form DS-260 will be accessible by the US embassy or consulate where you will interviewed. You do not need to fill out a new application.
قال لك بالنسبه للدي اس 260 ديالك اللي ديجا عمرتيها راه غيكون مخول للامباسادور ولا القنصليه انهم يدخلوا لها نهار ديال المقابله ديالك، يعني ماشي بالضروره انك تعمر وحده اخرى خاصه يعني خاصه بالقنصليه اللي تابع ليها انت ولا غتمشي دير فيها الانترفيو. هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو. كما قلت لكم دعموني، كل واحد يبارطاجي لا فيديو او لا القناه، يهز لي القناه يفطر صاحبو يقول له تابوني في هذه القناه، حاولوا توصلوني هذه الليله للعشراكه. غنشوفكم واش شداد واش نتوما المهاجرين الاحرار اللي متبعين القناه ديالي، وكنحاول انني نجيب لكم ديما الجديد ونشرح لكم باش ما تبقاوش غافلين، حيت الاكثريه غافلين وما كيعرفوش غير كيسمعوا خويا خويا سير الموقع الرسمي، انا كنشرح لكم بالحذافير ديالو. ما عليكم الا تدعموني اخوتي وبارطاجيو القناه بحال نوصلوا هذه الليله لعشراكه، وغنشوفكم واش شداد ولا ماشي شداد، واش خوكم انا ولا ماشي خوكم. تهلاو فراسكم، نشوفكم ان شاء الله في شي وقيته احسن من هذه وفيديو جديد ان شاء الله. تهلاو وبسلامه.